يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوركي ومعي اليوم نوكيا لوميا 930. اللوميا 930 وال 830 هم آخر تليفونين نزلوا مع علامة تجارية مالت نوكيا على أجهزة تليفونات لوميا، بس بغض النظر أنهم يشتغلون على ويندوز 8.1 أو على ويندوز فون، في شيء مميز باللوميا 930، خلينا نشوف شنو هو. النوكيا لوميا 930 هو مثل ما قلت لكم من اخر تليفونات اللي نزلت عليها علامه تجاريه مالت نوكيا على التليفونات، قبل مايكروسوفت تقرر ان هي تبي تشيل اسم نوكيا وتحط اسم مايكروسوفت ويصيرون هم مايكروسوفت لوميا كتليفونات، والتابلت تصير هم مايكروسوفت سيرفس. رايي بالموضوع احط لكم اياه بالكومنت سكشن لما تكلمت عن نوكيا ان 1 تابلت لما اعلنوا عنه. بس النوكيا لوميا 930 صراحه اول شيء في شغلات وايد حلوه من ناحيه التصميم، وانه هو تايمليس الصراحه. لو انت تشوفه ينزل مع تليفونات اللي نازل عليها هالسنه راح تلقى انه هو تصميمه يقايش معاهم. هو الديزاين مال التليفون كي اليمنت. نوكيا ما كانت عندهم مشكله اصلا ان هم يسوون تصاميم حق التليفون او اعتاد الصلب من المصنعيه من ناحيه الجوده والكواليتي، وانه هو يحسسك انك انت قاعد تستخدم تليفون، بالعكس تليفون صلب تحسه انه هو من افضل المصنعيات الموجوده حاليا بالسوق. ونوكيا كانت مشهوره بهالشيء، وليومك الهاردوير سكشن مالهم اللي اخذوه مايكروسوفت راح تلقى ان هالشغله هذه نفس الشيء موجوده تليفونات مايكروسوفت. بس النوكيا لوميا 930 مميز، انا بالنسبه لي واحد من اقرب التليفونات اللي احبهم واستانست عليهم. طولت باستخدامه، استخدمت لونين، لون برتقالي ولون الاخضر. التليفون اول شيء لا مودرن ديزاين، فلات ديزاين مثل ما قلت لكم، انه هو تايمليس، تقدر انت تحطه على اي تليفون من موديلات هالسنه، يمكن تركب عليه اندرويد يصير هو واحد من التليفونات المفضله عند اي شخص. بس التليفون انا بالنسبه لي هذا يمكن افضل تليفون نزل عليه اصدار ويندوز 8.1 او ويندوز عامه ويندوز فون، لان التليفون قارنته وايد بتليفونات مثل النوكيا لوميا 1520، بس بالنهايه لاحظت ان النظام التشغيلي مال ويندوز ما يصلح حق تليفونات شاشه كبيره، هو غير مستغل. فعشان كذي انا احس ان احسن حجم حق تليفون يكون اصدار ويندوز عليه حجم الخمسة بوصه اللي موجوده على ويندوز على النوكيا لوميا 930. خمسة بوصه شاشه مالته كلير بلاك ديسبلاي تكنولوجي، يكون على الاموليد، وايد حلوه بالشمس، وايد حلوه اندور، فما تحاتي ان هي راح تكون ان الشاشه ما تقدر تقرا المحتوى مالها لما تكون برا او لما تكون داخل. النظام التشغيل لان لونه اسود ويستخدمونه هم اموليد بانل على كلير بلاك ديسبلاي، راح تلقى انه يعطيك كونتنت بطريقه حلوه. بس انت من تحول لنظام التشغيل الى لون ابيض القصه تختلف شوي، فضل انك انت تخلي على لون اسود، اصلا ما راح يبين من وين الشاشه تبدي وتنتهي لما انت تخلي على لون اسود، لان النظام التشغيلي ماله يساعد على هالشيء. فنوكيا لوميا 930 واحد من افضل التليفونات اللي انا استخدمتها بتاريخ تليفونات كلها اللي استخدمتها. من ناحيه النظام التشغيلي اوكي ناقص كم برنامج، طبعا للحين نظام ويندوز للحين ما عنده كل البرامج اللي انت تحتاجها بالمتجر مالهم، بس الاستخدام والفيل مال التليفون بالنهايه وهو اللي قاعد يخليني انا استمتع باستخدام التليفون. ان انت الديزاين مال المنيو نفسه النظام التشغيلي يكون وايد فلات، ما راح يكون فيه شغلات اضافيه، وايد سمبل وايد مبسط، خطوط سوداء على خلفيات بيضاء او خطوط بيضاء على خلفيات سوداء. التايلز شغله سوتها ويندوز ان هي عشان تبي تسوي ديفرنشيشن بالماركت، تبي تتميز، تبي تسوي شيء جديد غير عن اللي قاعد نشوفه على تليفونات اندرويد واي او اس. وما اقول انها فشلت، هي افضل ثالث نظام تشغيلي حاليا موجود بالسوق، وايد افضل من البلاك بيري، بس للحين في شغلات ناقصه. انت عندك شيئين يعني شيئين لازم انت تهتم فيهم علشان تسوي اتراكشن حق الناس ان هي تشتري منك الاجهزه. واحده من الشغلات هي الشغله الاولى، يا ان انت يكون عندك نظام تشغيلي يكون عليه اقبال كبير من المستخدمين، تخلي الناس تيجي تشتري منك، فبالمقابل راح تلقى المبرمجين المطورين هم يجون يسوون برامج عشان لقوا ان في قابليه كبيره على النظام التشغيلي اللي عندك، او العكس ان تخلي البروجرامينج او ان البرمجه مالت الجهاز تكون جدا بسيطه، تخلي المبرمجين يجون عندك عشان يسوون برامج، ففي المقابل يصيرون المستخدمين يجون يبون يشترون التليفون مالك لان في وايد برامج حقه. فهني عندنا احنا ما بين الاثنين، النظام التشغيلي ابيلينج حق ناس وايد. انا من الناس اللي استانس على النظام التشغيلي مالي، لو القى البرامج الموجوده على الاندرويد احصلها هني، والمرونه مالت اندرويد افضل المودرن لوك يمكن مال ويندوز. برامج اللي ناقصه عليه مهمه، فالناس وايد ممكن تقول ان انا ما بيها، بس لو احنا نقول مثلا بالكويت والعالم العربي اكثر خمس برامج الناس تستخدمها هي شنو؟ تويتر، فيسبوك، انستغرام، واتساب، سناب شات.
من هالخمسة أربعة موجودين على ويندوز فون. ما أقول إنه هو متخلف من ناحية إنه ما في برامج، وأكيد في وايد ثيرد بارتي برامج إنك أنت تقدر تستخدمها علشان تحل مكان البرامج اللي أنت تحتاجها إذا ما كانت موجودة، بس للحين ما في قابلية، في خلل. شنو هو الخلل؟ يمكن يعدلون الخلل ب 2015، يمكن ما يعدلون الخلل ب 2015، بس للحين في خلل. المقعد خلي أنت برامج أو المطورين يجون يسوون برامج على التليفون، ولا إن أنت قاعد تكسب زباين كافي إن أنت تخليهم يشترون التليفون، ففي خلل. ما يدري شنو هو الخلل او اذا هم راح يقدرون يعالجون الخلل، بس انا بالنسبه لي اتوقع يمكن ما كان علاج صحيح ان انت تشيل اسم نوكيا، بس هذا شيء راجع حق مايكروسوفت اكزيكتيفز وهم قراراتهم طبعا لما سووها لما هم اشتروا او استحوذوا القسم مال تصنيع الاجهزه الذكيه من نوكيا. التليفون مواصفاته عسل، 5 بوصه شاشته 1920 ب 1080، الذاكره العشوائيه مالته 2 جيجا بايت رام على رباعي النواه سناب دراجون 801 كواد كور 2.2 جيجا هرتز، 2 جيجا بايت الذاكرة العشوائية، والذاكرة الداخلية مالتها 32 جيجا بايت، ما لها ميموري كارد وما تقدر تزيدها، بس تقدر تستخدم الكلاود سيرفيسز مالت مايكروسوفت الون سيرفيسز، وما عندك مشكلة من هالناحية. في كومبريشن وفي كل هالسوالف هذه، تقدر تستخدم الانتجريشن مال جوجل موجود هني. انا كل اغراضي بيكاسا ما بيكاسا كل شيء اقدر انزله هني من جوجل اكاونت، الكونتاكتس مالتي موجوده بجوجل، الصور مالتي موجوده بجوجل، فما عندك مشكله ان انت تسوي انتجريشن من جوجل على الويندوز فون نو ايشيو على طول يشتغل. التليفون البطاريه مالته 2420 ملي امبير، 2400 ملي امبير تقريبا تقعد وياك طول اليوم ما فيها اي مشكله. الكاميرا مالته 20 ميجا بكسل كارل زايس اوبتكس مع بيور فيو تكنولوجي، جباره الكاميرا مالته مع الدول ال اي دي فلاش. نوكيا ما عندها مشكلة من ناحية الكاميرا، عمرها ما كان عندها مشكلة من ناحية الكاميرا ولا من ناحية الرندرينج حق الفوتوغرافي عقب ما انت تصور الكاميرا. الشاشة مالتها مثل ما قلت لكم كلير بلاك ديسبلاي، تستخدم الـ CBD كلير بلاك ديسبلاي تكنولوجي مبنية على الأموليد، فتعطيك الأسود وايد غامج والألوان وايد فاقعة. تقدر تستخدمها برا البيت، تقدر تستخدمها داخل البيت ما عندك أي مشكلة، وتسوي هي سيف حق الباتري لأن الأسود غامج، فإذا أنت خليت نظام التشغيل على لون أسود مو لون أبيض راح تقعد وياك البطارية أكثر. نظام التشغيل ماله على السريع خلينا نشوف الحين شلون صاير. حلو، نبي نستعرض الحين نشوف البرنامج أو الخاصية مالت ويندوز 8.1 شلون صارت على الموبايلات، من شلون تطورت. طبعا عندنا هنا الهوم أو اللوك سكرين راح يعطينا نوتيفيكيشنز مثل ما نبي، من تسحب لي فوق راح يفتح تليفون على طول، وهذه شاشة رئيسية مثل ما انتم شايفين. راح تلقى ان هنا عندك كل اللايف ويدجتس اللي انت تحتاجها، الشغلات اللي تعطيك انفورميشن اكثر شيء راح تكون عندك اكسسبل من اول ما انت تفتح الشاشه. فاول ما انت تدخل مثل ما قلت لكم هذه هي اللايف ويدجتس، من تسحب على اليمين راح تلقى هنا عندك الاب درور، البرامج بشكل عام كل البرامج اللي عندك اللي انت تحتاجها او ما اللي انت منزلها من المتجر مال مايكروسوفت راح تلقاهم هنا، غير عن الشورت كاتس اللي انت اوريدي كنت حاطهم بال الهوم سكرين نفسه. مثل ما انتم شايفين ان الوول بيبر اللي محطوط ورا هو يتغير مع التايز لما تصعد فوقه بشكل وايد حلو، ان مسوين يعني حركه شويه مختلفه ان الوول بيبر تبين بهالطريقه هذه، فانت تستفيد منها بنفس الوقت ان هي قاعد تسوي لك كوزمتيك حق التايلز مالوتك، او ان انت تخليها طبعا الوان تكون سوليد علشان انت تقدر تشوف شغلات يمكن اوضح، لانه يمكن الوول بيبر ما يكون واضح حق ناس وايد. تقدر تسحب من فوق علشان انت تشوف بالسيتنجز عندك توغل وتشوف الايميلات اللي توصل لك، توصل النوتيفيكيشن سوري راح تشوف النوتيفيكيشنز كل اللي تيك هني. وبعدين عندك السيتنج توغلز مثل الواي فاي والبلوتوث والايربلين مود، تسوي فليب روتيت عشان انت تقدر تقلب الشاشه او لا. ومثل ما قلت لكم هني هي الهوم سكرين، من تضغط على واحد من الاحرف راح انت يعطيك هني احرف البرامج اللي انت عندك فيها برامج. مثلا لو اضغط على حرف الاي راح يوديني حق البرامج اللي عندي تبلش بحرف الاي، هي انستغرام وانترنت اكسبلورر ماكو غيرهم. وعندك بعد بنفس الوقت انت من الهوم سكرين انك تدخل على اي برنامج تبي من بدون لا تدخل مره ثانيه على قائمه البرامج. مثلا عندي هنا انا صلاه تايمز، من اضغط عليها هو بروح راح يدخل يعطيني مواقيت الصلاه، وقاعد يسوي هو الحين لود بس حق اللوكيشن اللي انا فيه علشان انت تقدر تشوف مواقيت الصلاه، ما لازم ان انت تروح تدخل هناك علشان انت تشوف من وين البرنامج قاعد ياخذ. وعندك طبعا الهب مالت البيبل، انت تشوف الارقام اللي عندك
وشنو اللي قاعد يصير، واذا انت كان عندك جروبات، واذا عندك كان انت جروبات مالوت الرومز اسمهم رومز الموجودين حق الويندوز فون، اذا كان عندك اكثر من شخص عنده نفس التليفون ويندوز فون تقدر تسوي روم انت معاه، يصير عندك تشات بوكس وتسوي شيرنج حق شغلات اللي انت تهتمون فيها اكثر شيء. النظام التشغيلي ماله سريع مثل ما انتم شايفين، وايد فلوينت، ما تحس انه في لاج. طبعا تقدر تدخل على مالتي تاسكين سكرين، اذا ضغطت على باك فتره وترجع تشوف هنا كل البرامج اللي انت عندك مبطله تقدر تسكرهم، لما تسوي سوايب لتحت يتسكر البرنامج، ما عندك اي مشكله من هالنوع. فهم هذه حركه صراحه حلوه منهم ان انت تقدر تسوي هالحركات هذه، ان تستخدم جيستشرز. طبعا الجيستشرز اللي موجوده على التابلت او على السيرفس راح تكون اكثر من كذي، واتمنى ان احنا نشوف الجيستشرز اللي يسوونها على السيرفس موجوده تكون هنا، ويشيلون هذول الدقم من تحت خلاص، لان الحين هم عندهم فيرتشوال كيز في تليفونات، ما لازم، ما راح تلقى هذول يكونون كاباسيتيف بوتنز موجودين تحت، راح يكونوا من ضمن الشاشه بس ما يختفون، مو نفس نظام اندرويد انه ما يختفون اذا انت ما تحتاجهم، راح يكونون موجودين طول الوقت فما راح تقدر تشيلهم. فاتمنى انهم ما ياخذون الجستشر بيست من ويندوز من ويندوز نفسه علشان يشيلون هذيل الدقم، ويصير استخدام التليفون كله بيست على جستشرز. انا اتوقع راح يكون وايد افضل كذي. وبس هذا ويندوز فون على السريع وين وصل. هذا طبعا اخر اصدار ويندوز فون 8.1. تقدر تدخل الحين عندك انت برنامج انستغرام على بيتا فيرجن، للحين ما نزل الاصلي، هذا الانستغرام شلون شكله على ويندوز فون. نفس باجي بارجي البرامج، يعني ما راح تكون في عندك شغلات مختلفة عن باجي الشركات شلون هم مسوين انتجريشن مالهم على ويندوز فون. فهذا هو، سلامتكم وتعيشون. هذه واجهة ويندوز فون 8.1 وين وصلوا من ناحية التطوير والتصميم مالهم. طبعا واحدة من الشغلات اللي حاليا ما نشوفها وايد بتليفونات غير اجهزة النكسس وموجودة طبعا هي باللوميا سيريز، هي الوايرلس تشي تشارجنج. عندي انا هني الفات بوي من نوكيا، استخدمها طبعا انا حتى على النكسس مثل ما انتم تشوفون، تحط النكسس راح يبين على طول لانه قاعد يشحن، ويشتغل طبعا الوايرلس تشي تشارجنج حق اي تليفون يدعم التشي تشارجنج. فمن تحط النوكيا هني بلش يشحن، حركة وايد حلوة، ما لازم تركب واير بس تحط على الفات بوي على طول راح يشحن. فمبسط، تليفون ما فيه تعقيدات، تليفون قديم صار له فترة نازل بالسوق. أنا سويت مراجعة لأنه ما كنت حاط ولا شيء بقناتي عن الويندوز فون، بس أنا أحترم الويندوز فون، أحس أنه هو قاعد يذكرني بالـ HTC Nexus One، وين كان لما أنت كنت تستخدم النكسس قبل، ان اوكي نظام تشغيلي انا متقبله نوعا ما بس لحين ناقصته وايد برامج، ويتحرشون فيني ربع الايفون ذاك الوقت كانوا يقولون ان والله انتم ما عندكم برامج مثل اللي احنا موجودين عندنا. بس الحين اي او اس واندرويد وصلوا نفس المكان من ناحيه البرامج، ويا دور الويندوز هل هم راح يوصلون حق نفس المكان اللي هم وصلوا له؟ هل البرامج اللي انت تحتاجها راح تكون كلها موجوده بنفس المكان؟ في وايد برامج منها بي بي ام مثلا نزل بسرعه على الويندوز عقب ما نزل حق الاندرويد ويا الاي او اس. في برامج نفس انستغرام وايد تطور على الويندوز، وللحين اصلا هو على البيتا فورم تقدر تستخدمه، مو ما تقدر تستخدمه، موجود انستغرام بالكامل على الويندوز بس للحين بيتا، للحين ما حتى البرنامج على قولتهم صار متكامل او كامل خالي من العيوب والبجز وكذي علشان انت تقدر تستخدمه بشكل ستيبل. ما يندرى شنو راح يسوون بسنه 2015 من هالناحيه. اللي عارفه ان في نوكيا لوميا 1030 اللي المفروض ينزل قريب، اللي كاميرته المفروض تكون 50 ميجا بكسل على بيور فيو. ما ادري اذا هذا راح يكون كافي انه يخلي ناس تشتري التليفون، بس النظام التشغيلي ما ظنيتي هي المشكلة، ولا المصنعية هي المشكلة، ولا الماركة هي المشكلة، بس في مشكلة. شنو هي المشكلة؟ أنا برأيي الشخصي أحس المشكلة إن ناس وايد قامت تعود على شغلة معينة موجودة بالتليفون، فما عندها قابلية إن هي تجرب شيء جديد. أنا أحس المشكلة أيضاً إن أنت لما تبي تستهلك تليفون الحين، التليفون راح يقعد وياك على الأقل سنة، ومو مجال ان انت تغير التليفون كل يوم والثاني، فانت تحتاج شيء يكون متكامل من ناحيه الايكو سيستم. فاحس انه يمكن الايكو سيستم مال مايكروسوفت اضعف من الايكو سيستمز مال جوجل من اي او اس، فهني عندك مشكله ثانيه. والمشكله الثالثه والاخيره ان الناس وايد فكرتها بنوكيا تغيرت لما سوت تليفونات ويندوز. نوكيا مو نفس اللي كانت عليه قبل، ففي نوع من ان انا قاعد اشتري تليفون نوكيا
فالمفروض يعطيني مميزات أنا مستخدمها من نوكيا من قبل، فما راح أحصل أنا هالشيء يمكن مع ويندوز فون، فراح أربط اسم نوكيا مع ويندوز فون وما راح أخذهم خير شر. أحس إن برأي شخصي أحس إن هذه هي المشكلة، ليش ويندوز فون مراضي يمشي بس ما يندرى بس سنة 2015 شنو شغلات الممكن تمشي أو شنو شغلات الممكن تنزل اللي ممكن إنهم يغيرونها شركة مايكروسوفت الحين ما دام قام يحطون البراندينج مالهم على التليفونات، فمتلهف أنا صراحة عشان أستخدم أول تليفون من مايكروسوفت ونشوف شنو الفيتشرز اللي راح يزيدون عليها او القيمه من ناحيه المستهلك، ان انت قاعد تاخذ تليفون الهاردوير ماله والسوفتوير ماله جاي من نفس الشركه، مثل ما نشوف الحين ابل قاعد تسوي ان الهاردوير والسوفتوير قاعد يجيك من شركه واحده، فالدعم راح يكون واحد، واتوقع هذا الشيء راح يزيد من قيمه الفاليو مال التليفون نفسه ومن قيمه الشركه نفسها. بغض النظر انا احب نوكيا وضايق خلقي ان اسم نوكيا ان شاء الله، بس اتوقع هذه حركه وايد قويه راح تكون من مايكروسوفت، ان البراندنج مالها راح يكون على الجهاز والتليفون هم من عندهم، فالتليفون من عندهم، المصنعيه راح تكون من عندهم، السوفتوير راح يكون من عندهم، السبورت من عندهم، الستور من عندهم، كل شيء راح يكون من عندهم. فالمفروض يكون الشيء الوحيد اللي يقدر ينافس أبل من هالناحية هو تليفونات مايكروسوفت اللي راح تنزل سنة 2015. فبس سلامتكم تعيشون. كانوا يانا اليوم من نوكيا لوميا 930، وشنو راح ينزل بالمستقبل حق شركة مايكروسوفت عامة مع نظام تشغيلي مال ويندوز 8.1 وويندوز 10 اللي راح ينزل على التليفونات بعد. فسامحني على الكسور إذا في شيء ما تكلمت عنه، ويا ريت تكتبوا لي بالهاشتاج اللي قلت لكم عنه سلوكسز او سلوكس قال لي تويتر وانستغرام، ان شاء الله راح ارد عليكم هناك. وسامحوني على الكسور. نوكيا لوميا 930، احمد بوعركي، فما الله الكريم.